والصدق الذي لم تحركه الارواح هو الرئيس القادم لمصر باذن الله باذن رب العالمين. طلوعها من القلب يا رب امين. هو الوزير والامين الوحيد في العالم كله الذي غنى وتغنى باسمه وعمله شعب اجمله. هو الاشهر في مصر تذكره الناس بخير ودعت له ويراضل من اجل مصر العرب فلسطين العراق لبنان سوريا وكل وطننا العربي بدوله. عاش الظلم مثلنا فاداروا حقه. الان كان هناك كتيبه للعمل نذكر منها احمد حمدي، ياسر عبد الرحيم، يحيى فاروق، والنجم العطار.